خطط الوزارة إلى العام المقبل، وخصوصا إحنا نعيش هذه الأيام في شهر محرم الحرام، ما هو جديد في هذا الصندوق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا رؤية الوزارة وخطة الوزارة بأن الوزارة لا يقتصر عملها على زيادة الطاقات الإنتاجية من النفط والغاز والمشاريع المتعلقة بالنفط، وإنما هناك مسؤوليات وطنية ومجتمعية هي موضوع التكافل الاجتماعي. لذلك اليوم احنا نحضر في فتح هذه المشاريع لجنة الحج والمبادرات المجتمعية، لجنة إن شاء الله مستديمة تهدف إلى تقديم المساعدات المالية وإرسال المرضى إلى المستشفيات المختصة من عوائل الشعبي والجرحى والعوائل المتعففة. هناك لجنة مركزية في مقر الوزارة ولجان فرعية موجودة في التشكيلات النفطية. من خلال هذه اللجان نشاطات اللجنة تتوزع على جميع المحافظات من الشمال إلى الجنوب، وصلنا البعشيقة حقيقة. نتابع جميع الحالات، كان هناك منح مالية لجرحى الشعبي والقوات الأمنية، أعتقد تابعت الموضوع. الوزارة تعتبر هذا ليس واجب ثانوي وإنما واجب أساسي، هو التكافل المجتمعي. حينما يشعر المواطن بأن وزارة النفط تقدم له يد العون لا فضلا وإنما واجبا، تشعر بأن الدولة تهتم به وتسعى لتقدم له جميع الخدمات المجتمعية وبما يؤمن الراحة والعيش الرغيد لهذه العوائل.